البعض شبهه بقصة إبريق الزيت وبأنه لن يوصل إلى نتيجة، والبعض الآخر تضامن معه وأكد أنه سيحقق غايته. إنه التحرك العمالي المطلبي من أجل وضع سلسلة الرتب والرواتب حيز التنفيذ. السبيل إلى ذلك، تصر الهيئة النقابية أنه لا يكون إلا عبر اعتصامات وإضرابات، وهي حددت موعدا جديدا للتحرك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. مش قضية اعتصام يا ماشي، كله هذا ما راح ياخذ نتيجة، النتيجة هي يا يعطون يا ما قالوا ما يعطون، حش الحق عليهم. إن شاء الله يا رب يجيب نتيجة، إذا ما جاب نتيجة خلاص يدل العالم عادي أولادها من دون مدارس. بدهم حقوقهم، بدهم يعيشوا بلد لورا. وبضلهم كذا يوم ورا بعض يمكن بلاقوا حل. مش بس سلسلة الرتب والرواتب، خبريني عن شيء ماشي بالبلد. بظن هلا ما بيجيب نتيجة، لا بعد بكير. أنا بقول الاعتصام مثل اللي قلته، لأنه عملوا اعتصامات كتير وما وصلوا لحل. برأيي هالبلد بكفيها اعتصامات ومظاهرات، لأنه كله ما بيوصل لنتيجة. ما يجيب نتيجة ولا يعمل شيء، لازم يكون اعتصام قوي بشكل إنه يأثر على كل القيادات. الله يجيرنا من الاعتصامات، شو عم نستفيد؟ عم نخرب البلد. الله يكون بعون، الله يكون بعون الموظفين. رئيس هيئة التنسيق النقابية أشار إلى أن التحضيرات للإضراب والاعتصام جارية بشكل حثيث. نفسنا طويل والضغط ماشي، خطوات ضاغطة وباستمرار، بس أنا بأكد لك أنه الثلاثة والأربعة سيكون هناك اعتصامات على مستوى جغرافية هذا البلد، من أقصى الشمال من عقار لأقصى الجنوب، من البقاع للجبل لبيروت. في كل لبنان ستقدم هيئة التنسيق النقابية مشهد نقابي وطني توحيدي متمسك بالحقوق لا مثيل له. سيؤدي إلى نتيجة. وبانتظار الحركة المطلبية المقبلة، تبقى الآمال في أن تصل إلى غايتها المرجوة، ألا وهي إعطاء العمال حقوقهم المعيشية المزمنة.